ازيكم؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. اللي ما يعرفنيش، انا ايفا عماد، ميك اب ارتست، وبعمل ميك اب اس اف اكس 3 دي فانتازيا. النهارده الفيديو مختلف شويه، هو ريفيو عن تنظيف البشره العميق اللي عملتهولي نهى. قبل ما اتكلم عن الجلسه نفسها هتكلم في نقط بتهمني جدا. اول حاجه اتبسطت جدا من نهى في ذوقها وبساطتها، ودي حاجه بتهمني جدا. تاني حاجه تعقيم كل حاجه، تعقيم المكان، تعقيم الحاجه اللي هتستخدمها بتطلعها لي من الكيس بترميها قدامي، الاسفنجه اللي بتنظف بيها الوش دي بتاعتي عجبتني جدا في نقطه التعقيم دي. لابسه لابوت، لابسه طبعا الجوانتي، كمامه على الشعر، لبستني انا ماسك الشعر، اديتني اللي هو بيتلبسه في الرجل. يعني عجبتني جدا في موضوع التعقيم ده، لان موضوع التعقيم ده برضو بيهمني جدا جدا في شغلي انا. فنقطة التعقيم دي كانت نمبر 1 بالنسبة لي، اهم من الجلسة نفسها. ندخل بقى في الجلسة نفسها. انا وصلت عندها كان وشي التهب جدا، لان انا مجرد ما بتحرك في الشمس ولغاية ما وصلت لها كانت المنطقة دي خلاص التهبت وحمرت جدا. فكنت قلقانه جدا بقى ان وشي يزيد التهابه او يحرقني او ما اقدرش اعمل الجلسه. انا اوريدي بشرتي حساسه جدا اهو، عشان تشوفوا بشرتي قبل وبعد. فالموضوع ده كان قلقني جدا، بس بصراحه نهى فاجئتني، عملت لي هي كل حاجه في الجلسات. بس الحاجات اللي كانت تقيله على بشرتي او انا مش هستحملها كان بتقولي ايفا مثلا الماسك ده او الجهاز ده تقيل قوي على بشرتك، ممكن ما تستحملهوش. مهم جدا ان هي مش اللي هو حافظه الجلسه 1 2 3 فهتعملي 1 2 3 ايا كان انا بشرتي مثلا تستحمل الجهاز ده ولا لا. انا بعد ما خلصت الجلسه يا جماعه وشي ما فيهوش اي نسبه التهاب، حتى الالتهاب اللي انا رايحه لها بيه اختفى تماما. طبعا هحط لكم صور، هحط لكم فيديوهات واحنا شغالين. اتبسطت جدا انها عرفت تتعامل مع بشرتي، ما زادش خالص اي التهاب، ما ظهرش فيها اي احمرار زياده، بالعكس خالص. يعني انا هقرا لكم اللي عملناه لان طبعا مش هقدر احفظه. تنظيف بشره بالغسول المناسب، تقشير البشره بالديرما بلاننج. اوكي، بعد كده عملنا الالترا سونيك سكرابر، كان برضو حلو جدا وما ضغطتش على بشرتي لدرجه انها المتني او وجعتني. تقشير كريستالي دايموند بليننج، شيت ماسك لتهدئه البشره. ماسكات تفتيح البشره. تقشير الشفايف ده يا جماعه هي حطت لي حاجه قشرت لي بيها شفايف، عجبتني جدا بصراحه، لانها مش فيها مثلا زي احنا السكراب اللي بنعمله سكر وقرفه او بن او كده، لا خالص، هي ماده ناعمه بس في نفس الوقت قشرت لي، طلعت قشر كتير جدا من شفايف، يعني هي ماده كيميائيه كده، بصراحه عجبتني جدا دي. تفتيح البشرة، ماسك حسب احتياج البشرة، الماسك الضوئي طبعا طفيت لي النور وحطينا الماسك الضوئي وكانت حاجة كده مريحة جدا للأعصاب. بعد كده مساج للبشرة بالسيرم المعالج. حطيت لي هيدرونيك اسيد مركز،
طبعا ده إيه عشان انت بشرتك كانت محتاجه ترطيب وحساسه. مش بتتعامل كده وخلاص، اتكلمت معاها وفهمت منها، هي الموضوع شغف جدا بالنسبه لها، حباه جدا، بتقرا كتير جدا، اخدت كورس. لو اي حاجه جابتها، يعني هي جايبه اجهزه بعد كده حصل مثلا نقاشات على الاجهزه دي والدكاتره اختلفوا عليها، بتحذف الاجهزه دي على طول. لو في اي عروسه طبعا انت محتاره تعملي ايه، بشرتك تنضفيها، انصحك جدا بالجلسه دي. شلتي الرؤوس السوداء تماما، عملتي طبعا سكراب هايل للبشره، شلتي كل الجلد الميت. لان انا اصلا على فكره تابعني هتلاقوني ان انا مش بروحش اي بره اعمل اي حاجه، فش اني بقلق جدا وبخاف جدا. اغلب الحاجات بعملها في البيت، سكراب بعمله في البيت، ماسكات بعملها في البيت، ترطيب، كل الكلام ده بعمله في البيت، لان بخاف جدا اي حاجه تحصل في بشرتي، وخصوصا ان هي حساسه جدا جدا. اتبسطت جدا من الجلسه، وطبعا بقول لكم رايي، وقلت لها ان انا هقول رايي بمنتهى الصراحه، اتبسطت قوي قوي قوي.